أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. موازنة 2021 بصيغتها الحالية طبعا هو زلزال مدمر، وهذا الزلزال فيما إذا وقع فستكون له ارتدادات قوية مستقبلية. هذه الارتدادات هي ارتدادات اقتصادية أو ارتدادات أمنية أو سياسية أو مجتمعية أو صحية أو تربوية أو حتى ثقافية وأخلاقية، ولن يتوقف حينئذ الدمار بخراب اقتصادي فقط، بل سنكون أمام أزمة في كل مفاصل الدولة. هناك اجتماعات حثيثة من قبل اللجنة المالية النيابية بشكل يومي ولساعات متعددة من الصباح الباكر إلى الساعة 7 مساء لحلحلة موضوع الموازنة. العقبة الرئيسية التي الآن أمام الموازنة هو والتي ممكن أن تحل يوم غد الاثنين هي المفاوضات مع إقليم كردستان. إذا ما تم حل هذه المفاوضات أو التوافق بشأنها فسيتم تشريع الموازنة الحالية. الموازنة الحالية حسب المقولة أنها تعيينات فيما بيها، ربما سيتم إلغاء الاستقطاع من الرواتب لكن ستحل محل الاستقطاعات الضريبة، وأيضا سنتحدث عن صندوق إعمار المناطق المحررة وملف النازحين، ملفات مهمة سنناقشها مع ضيوفي مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور ناب دكتور أحمد الصفار من بغداد. دكتور مرحبا بك وحياك الله. أهلا وسهلا، يا مرحبا. الخبير الاقتصادي من أربيل الدكتور همام الشماع. دكتور مرحبا بك وحياك الله. أهلا وسهلا بكم والأستاذ أحمد، حياك الله. دكتور أحمد، صار لكم أيام الله يعينكم، أنا أعرف أنت من الاجتماع جيت إلى الاستديو ومتعب، وين وصلتوا بالموازنة ومتى من الممكن أن تقر هذه الموازنة؟ يعني مع كثرة اللغط على هذه الموازنة البعض يقول انفجارية، وأنتم خفضتم من حجم العجز وخفضتم من قيمة هذه الموازنة، لكن أين وصلت؟ تفضل. نعم، مساء الخير سيدي، تحية جنابك وللمشاهدين الأفاضل، وأحيي الأستاذ القدير دكتور همام الشماع، سعيد أن أكون معه في هذا اللقاء. الحقيقة هذه الموازنة أو مشروع الموازنة أتعبنا حقا، لأنه في الواقع هو ليس بمشروع موازنة وإنما عبارة عن ورقة مالية تم فيها توزيع لبعض الإيرادات غير الواضحة على أبواب من الإنفاق دون أن يراعى فيها مسألة العدالة الاجتماعية في التوزيع بين المحافظات، أو أن يؤخذ بنظر الاعتبار المناطق المحرومة اللي تعاني من الفقر أو البطالة، وكذلك المحافظات المدمرة والمحررة. ولهذا السبب تعبنا في إجراء عملية التعديلات. فعلا أنا يعني من الاجتماع مباشرة إلى استوديو سامراء، وبالتالي كان هناك تعديلات كثيرة في أصل المشروع، أنه الورقة جاءت غير منسجمة، لا من الناحية الواقعية أنه العراق في أزمة مالية ووضع اقتصادي متدهور ووضع صحي، ولا ينسجم أيضا مع الورقة البيضاء والتوجه الحكومي من خلال المنهاج الوزاري أو البرنامج الحكومي. لذلك حاولنا وبذلنا جهد كبير من أجل تصحيح هذه المسارات بقدر الإمكان، وليس بالطموح الذي نسعى إليه. وتم تخفيض الإنفاق الكبير اللي هو 164 تريليون إلى دون 130 تريليون لوجود نفقات مبالغ فيها في بعض القطاعات. كذلك تم تعظيم الإيرادات من خلال رفع السعر المخطط لبرميل النفط من 42 إلى 45،
كان بتوافق وتصويت في اللجنة المالية. أنا الحقيقة كنت مع سعر 48، ولكن هذا ما تم الاتفاق عليه، لأنه زيادة كل دولار يحقق للخزانة العامة 1.5 تريليون تقريبا، وهذا يعني يخفف أو يقلل من العجز من جانب، وكذلك يسهل عملية توزيع النفقات على الوحدات الإنفاق التي شعرنا بأنها بحاجة إلى المزيد من النفقات. كذلك تم تخفيض العجز من 71 تريليون إلى 29 تريليون تقريبا، وحتى 29 تريليون هو مبلغ كبير ومخالف لقانون إدارة المالية المادة 6 الفقرة رابعا، لتشير إلى أنه العجز في الموازنة يجب أن لا يزيد عن 3% من الجي دي بي الناتج المحلي الإجمالي. نعم. واليوم يعني كان جلسة 36 جلسة خلال أسابيع مستمرة بجلسات صباحية ومسائية، تمكنا من إكمال جميع المواد الواردة في المشروع، وغدا نبدأ بالمواد الإضافية، وهناك ثلاث مواضيع عالقة في الحقيقة يتم مناقشتها، وبالتالي يعني تحقيق ما هو ممكن في هذه المواضيع. ما هي هذه دكتور؟ مسألة المناقلات ومسألة الدرجات الوظيفية وملف الذي يتعلق بحصة إقليم كردستان. نعم دكتور، هذه التعديلات أو الإصلاحات التي قمتم بها بعد 36 جلسة سترضي الكتل السياسية برأيك؟ يعني تعديلات ممتازة، يعني إنجاز تخفيض العجز من 71 إلى 29 هذا بحد ذاته إنجاز يحسب للجنة المالية. هو الحقيقة ليس بمستوى الطموح أن نعم. يعني حاولنا أنه نعمل في الساحة قدر الممكن يعني وفق المعطيات الموجودة، لكن اللجنة المالية سيدي عبارة عن برلمان مصغر يعني ممثل فيه نواب عن مختلف الكتل السياسية، وهم يعبرون عن رأي الكتلة السياسية، بالتالي يعني أحيانا بعض الموضوعات التي تكون موضع خلاف يتم تأجيلها ولحين الرجوع أو العودة إلى الكتلة وأخذ رأي الكتلة ثم العودة إلى اللجنة المالية لغرض إقرارها بالشكل الذي يعني يكون هناك توافق عليها. نعم جميل، سأعود لك دكتور. دكتور همام مرحبا بك وحياك الله. دكتور أحمد الصفار ذكر نقطة جوهرية، وهي أن هذه الموازنة لم تراعى فيها العدالة الاجتماعية بين المحافظات. هل ترى أن محافظة نينوى قد ظلمت في هذه الموازنة، خصوصا ربما ستدعم هذه الموازنة صندوق أعمار المحافظات المحررة؟ تفضل دكتور. بداية تحياتي لكم ولمشاهدي قناة سمراء البراء، وتحياتي للأخ الدكتور أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية الذي بذل جهودا مع اللجنة المالية جهودا جبارة في إنجاز تعديلات مهمة على مشروع الموازنة، بحيث أصبحت الآن يعني إلى حد كبير مقبولة في هذا الوقت الذي بدأت جيوش إلكترونية تهاجم اللجنة المالية وتتهم أعضاءها بالفساد لأنهم لم يرضوا يعني الجهات الفاسدة التي تأمل الحصول على المكاسب من خلال هذه الموازنة. وطبعا الجهات الفاسدة التي تريد أن تجير الأموال لصالحها. فيما يتعلق بسؤالك، يعني هنالك نعم عدم عدالة في توزيع الأموال لأغراض الإعمار وليس لأغراض التشغيل. يعني لأغراض الإعمار هناك فرق طبعا بين حصص
الإقليم وحصص المحافظات. يعني هنالك من يتصور أن حصة الإقليم هي مشابهة لحصة المحافظات في جانب الأعمار. هذا تصور غير صحيح أو مقارنة غير صحيحة، لأن حصة الإقليم تشمل النفقات التشغيلية لإقليم كردستان، نعم في حين أن حصص المحافظات تشمل فقط الجوانب التي تختص بالاستثمار وإعادة الأعمار وإعادة بناء المحافظات. هنا تأتي العدالة في هذا الموضوع وعدم العدالة. يعني الموصل، طبعا الموصل والمحافظات المحررة جميعا يجب أن تحظى بحصة الأسد. هنالك من بدأ يطرق على ورقة غير دقيقة يقارن بين المحافظات التي تضررت من الحرب العراقية الإيرانية والمحافظات التي تضررت من احتلال داعش، وهذا مقارنة غير دقيقة، لأن المحافظات التي تضررت من حرب داعش واحتلال داعش لم تتضرر فقط في بنيتها المادية وعمرانها، وإنما تضررت بنفسية ونفوس سكانها، خصوصا الموصل التي احتلتها داعش ويعني عاثت في الأرض فسادا. نعم الآن الموصل، يعني وكما أشار السيد رئيس مجلس النواب، يجب أن تحظى بوقفة مهمة من مجلس النواب لكي تعاد إلى ما كانت عليه، وهي ثاني أكبر مدينة في العراق. نعم نعم طيب أنت ذكرت أن المحافظات المحررة يجب أن تحظى بحصة الأسد، ولكن إحنا شفنا يمكن النينوى 124 مليار، طبعا هذه من عدا رواتب 8 وزارات. هذا المبلغ كاف لنينوى؟ لا طبعا، هذا يعني بيناتس، يعني هو لا يشكل شيئا من احتياجات مدينة تم تدميرها بشكل شبه كامل. يعني مناظر الدمار التي حلت بالموصل يعني توجع القلب وتوضح همجية هذا الاحتلال الداعشي. لذلك يعني الموصل بحاجة إلى أموال أكبر، ولكن نقول أن مهما كانت حاجة الموصل فإن الظرف الحالي الذي يمر به العراق يعني هو ظرف استثنائي، يعني يوجب أن لا تكون حصة المحافظات المحررة كما يجب أن تكون عليه، يعني كما يجب أن يغدق عليها بسخاء. لكن يعني مع ذلك يجب أن تحظى بحصة يعني تقوم على تقدير إزالة الضرر على مراحل. يعني يجب أن تكون هنالك خطة واستراتيجية لإعادة إعمار هذه المناطق مبنية على مراحل وعلى أساس تقدير الكلف، يعني وليس بشكل جزافي. يعني يجب أن تكون هناك تقديرات دقيقة لكلف إعادة إعمار المناطق المحررة مبنية على دراسات تقوم بها جهات استشارية، وجامعة الموصل ربما هي الجهة الأكثر كفاءة في تقدير هذه الأضرار واحتسابها من الناحية المالية. نعم جميل، سأعود لك دكتور. دكتور أحمد، قبل أن أتحدث وياك عن المناطق المحررة وشنو الخطة المعدة في موازنة 2021 المناطق المحررة، خلينا أسألك عن الموقف النهائي لاستقطاعات الرواتب والتعيينات والمشمولين بقرار 315. نعم، الحقيقة أنا ذكرت لجنابك أنه الثلاث مواضيع المعلقة والمؤجلة سوف يتم حسمها خلال اليومين القادمين، يعني نعم. مسألة الدرجات الوظيفية والمناقلات وكذلك حصة الإقليم. نعم. لذلك ربما يعني من السابق لأوانه الحديث عن ما يتم في اللجنة المالية، يعني
فعلا مثل ما ذكر أستاذنا دكتور همام، بدأت الهجومات الإلكترونية وغيرها على اللجنة المالية. يعني كنا نتوقع أنه العراقيين من مختلف الفئات يعني يشكروننا على هذا الجهد الكبير والنظرة اللي ننظر بها إلى تحقيق العدالة في التوزيع وعدم الأخذ بالمواد أو النصوص التي تشجع من يعني أو تفتح أبواب الفساد وغيرها، لكن نتحمل طالما أن الهدف هو هدف سامي وهدف وطني وهدف عادل للجميع، فنحن نتحمل ذلك. وفعلا ستبدأ عندما يتم يعني حسم هذه الموضوعات الخاصة بالمناقلات. نحن وضعنا في نظر الاعتبار المناطق المدمرة، نعم، والمحرومية التي تعاني منها بعض المحافظات، وكذلك وضعنا صناديق البترودولار للمحافظات المنتجة. هناك يعني غيرنا هذه الورقة المالية اللي هي عبارة عن بنود جامدة يتم فيها توزيع الإيرادات على أبواب الإنفاق إلى ورقة شبه اقتصادية ربما تحرك الاقتصاد العراقي، ومن شأنها أن تشارك القطاع الخاص في عملية التطور الاقتصادي أو البناء الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تعاني من التدهور الكبير اللي هي قطاعات اقتصادية أساسية مثل الزراعة أو الصناعة أو النقل أو غيرها من القطاعات، حتى القطاعات الأخرى كالصحة والتربية يعني راح يتم فيها مناقلات كثيرة. فيما يتعلق بالاستقطاعات، نعم، الحقيقة لم ترد أي استقطاعات في هذا المشروع. كان هناك استقطاعات في النسخة المسربة، لكن النسخة التي أتت إلى اللجنة المالية ما بها استقطاعات، لكن فيها سلم تصاعدي مجحف لفرض الضريبة على الدخل الكلي، نعم، وهذا ما رفضناه. يعني أنا الحقيقة أرفض مثل هذا الخطأ القانوني الكبير، باعتبار أنه الضريبة، ودائما أذكرها، قانون دائم والموازنة قانون مؤقت عمره سنة فقط ينتهي في 31/12، وبالتالي من الخطأ قانونا أن أجري تعديلات في قانون دائم وأضمن في قانون مؤقت سوف ينتهي. طلبنا من الحكومة إذا أرادت أن تعدل في قانون الضريبة أن تقدم مشروع تعديل للقانون حتى نبحث هذا الموضوع. هذا من جهة. من جهة ثانية، أنا في تقديري يعني نكون أمام حالة من الازدواج الضريبي، حتى وإن كان التعريف لا ينطبق أو جميع الأركان لا تتوفر لي عملية التعدد أو الازدواج الضريبي، لأنه ابتداء هم ارتكبوا حالة من التناقض. يعني أقصد الحكومة أو وزارة المالية عندما أوردت في ورقتها البيضاء أنها ستدعم الطبقات الهشة والفقيرة وتصلح حال الفقراء والمعوزين وسوف توفر فرص العمل، فكان الإجراء الأولي ابتداء هو التلاعب بسعر صرف الدولار ومقابل الدينار وما أحدثه ذلك من تضخم في السوق. أنا أتوقع أن التضخم وصل إلى بين 20 إلى 25%، فهذا الإجراء هو في حقيقته تخفيض للدخل الحقيقي للمواطن العراقي وللموظف، ثم يأتون ليفرضوا عليه ضريبة، فهنا سيقع المكلف في هذه الحالة أمام ازدواج في إجراءات حكومية. نفس الوقت يعني كان هناك كلام حول ضريبة على المتقاعدين، هذا أيضا غير ممكن ولا يجوز قانونا، باعتبار أن المتقاعد خلال حياته الوظيفية قد استقطعت منه مبالغ كأمانات ودفع عنها ضريبة، فإذا هو دافع ضريبة خلال عمله كموظف، وعندما أحيل على التقاعد هو يستلم
المبالغ التي استقطعت منه هي كانت أمانات في صندوق التقاعد، كيف يتم فرض الضريبة عليها ثانية؟ لذلك هذه المخالفات القانونية حاولنا إبعادها، وطلبنا الحكومة بإمكانية الرجوع إلى قانون ضريبة الدخل رقم 113 المعمول به أو النافذ حاليا. نعم دكتور، يعني بهالحالة أن حكومة أو الحكومة بدون مسميات فاقدة للرؤية الاقتصادية. المشمولين بقرار 315 هناك تصريح أنه اللجنة المالية تفكر بالمناقلة من أبواب الموازنة لتغطية نفقات قرار 315، ما صح ذلك؟ يعني الحقيقة للأسف فعلا الحكومة لا تمتلك، لأن هناك يعني زيادة في القوى العاملة في المشروع في حدود 321,900 وكسر مقارنة بموازنة 2019. هذه مخالفة، وبالتالي أي تعيين أو أي درجة وظيفية تحتاج إلى شرط الإصدار من جهة تمتلك الصلاحية، وثانيا أنه يكون لها تخصيص مالي. احنا ما كان عندنا موازنة في سنة 2020، فالحكومة يعني حاولت أن تحرج البرلمان واللجنة المالية في هذا الموضوع، لكن اللجنة المالية مصرة على دراسة الموضوع بحذر، و يعني الوضع بنظر الاعتبار حال هؤلاء الشباب العاطلين، لأنه سيدي الكريم كل مواطن عراقي من حقه أن تكون له دخل وأن تكون له فرصة عمل، وإن لم تتوفر فرصة العمل على الحكومة أن تدفع له مبلغ معين إلى أن هي توفر له فرصة العمل. بالتالي عملية التعيين فقط وزيادة عبء القطاع العام ربما لا تفيد الأجيال المقبلة ولا الاقتصاد العراقي ولا الوضع المالي. يعني يفترض بالدولة أن تفكر بإعادة هيكلة في القطاعات الاقتصادية، وأن تشارك القطاع الخاص، وأن تحرك الاستثمارات والوحدات الإنتاجية المكثفة للأيدي العاملة حتى تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين من الخريجين. هؤلاء من حقهم أنهم تعبوا وتخرجوا ويجب أن يجدون فرصة العمل، وبالتالي الحصول على دخل والعيش في مستوى من الرفاهية. طيب، في بلد يمتلك موارد اقتصادية وما يعني مادية وبشرية كبيرة، لكن للأسف هذا هو حظ هؤلاء وحظنا، أنه سوء الإدارة والفساد المالي والإداري وضع العراق في هذه الزاوية وفي هذا في هذه الأزمة المالية. نعم، سأعود لك دكتور. دكتور همام، ألا ترى أن حكومة السيد الكاظمي متخبطة في الملف الاقتصادي؟ يعني النسخة اللي وردت من الموازنة إلى البرلمان فرض ضريبة الضريبة على الدخل الكلي. طيب، وارجع النوب على المتقاعد هم افرض ضريبه مره اخرى، يعني هذا الشيء ما صاير، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ تفضل. يعني انا اعلق على موضوع انه الحكومه متخبطه في سياستها الاقتصاديه. نعم. كما اشار الدكتور احمد، نعم، هي ذهبت الى معاقبه الموظف بالاستقطاع ثلاث مرات وليس مرتين فقط. نعم. مرة عندما خفضت سعر الصرف، نعم، فارتفعت الأسعار بنسبة حوالي 20 أو 25%، ومرة عندما أرادت أن تسترفع مداخيلها من خلال ضرائب غير قانونية، ومرة ثالثة عندما فرضت ضرائب غير مباشرة على بعض الخدمات والسلع، وأهمها موضوع أسعار المحروقات التي ستؤدي إلى زيادة مستويات التضخم. نعم. هذه الإجراءات التضخمية في فرض في تخفيض سعر الصرف وفرض ضرائب غير مباشرة كانت
تسير جنبا إلى جنب مع إجراءات انكماشية، وهي الاستقطاعات الهائلة أو تخفيض دخول الموظفين، ومن خلال دخول الموظفين تخفيض دخول العاملين في النشاطات الخاصة الصغيرة والمتوسطة. فهؤلاء يعني يعتمدون في الحصول على مداخلهم على أنفاق الموظفين. إذن هي خلقت حالتين متناقضتين، التناقض هنا بين الانكماش الذي فرضته السياسة الحكومية وبين التضخم الذي جاء نتيجة لتخفيض سعر الصرف للدينار العراقي. خلقت حالة من الستاجفليشن يسمى في الاقتصاد، وهي من الحالات التي يصعب معالجتها في الاقتصاد، معالجة التضخم بإجراءات انكماشية. نعم. ومعالجة الانكماش بإجراءات تضخمية. أما نعم. أن تتزامن الحالتين في آن واحد بفعل حكومي وليس بفعل الدورات الاقتصادية، فهذه يعني تكاد تكون جريمة بحق الاقتصاد نتيجة لغياب الرؤية الاقتصادية. نعم. يعني من وضع هذه الإجراءات يفتقد إلى الحد الأدنى من الرؤية الاقتصادية. الورقة البيضاء نعم ورقة اقتصادية ولكنها أيضا مقتبسة، يعني نحن نعلم الدكتور. أن كل ما جاء في الورقة البيضاء نعم. هو عبارة عن دراسات سابقة لأكاديميين ساهموا في إعداد دراسات حول الإصلاح الاقتصادي. دكتور أنت تعتبر دكتور همام، أنت تعتبر من الاقتصاديين الكبار وربما حتى مرجع في الاقتصاد، كيف ترى هذه الورقة البيضاء؟ هل قرأتها؟ البعض يقول هي عبارة عن ربما تقدم رسالة ماستر تفيد، لكن بالحقيقة هي تسير بالملف الاقتصادي نحو الانحدار. لا، أنا أعتقد أن الورقة البيضاء هي ورقة رصينة من الناحية النظرية، ولكنها لا تتناسب مع ظروف الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر. طيب. يعني أشبهها بإعطاء علاج لمريض يعني في حالة خطرة جدا، هو يكاد يكون على فراش الموت، فأنت تعطيه رياضة بدنية. ليش إحنا مو على فراش الموت دكتور؟ في اقتصادنا؟ نعم، الاقتصاد العراقي الآن مو على فراش الموت؟ هو هذا اللي أقوله، يعني نعم. يمر بأزمة خطرة جدا، متضافر الكساد العالمي مع انخفاض أسعار النفط مع أزمة الكورونا والمشكلات السياسية والمجتمعية التي تحصل في العراق، يعني كل هذه العوامل تضافرت لكي تجعل الحالة الاقتصادية حالة خطيرة جدا، حالة إضافة للفساد، يعني خمس عوامل جعلت الاقتصاد العراقي في حالة أقرب أو في حالة على فراش الموت. يعني فتأتي الورقة البيضاء وهي رصينة من الناحية النظرية لتعطي دواء لا يتناسب مع حالة هذا المريض، يعني هذا المريض بحاجة إلى أن تعالج أزماته، أن توفر له أولا المضادات المناسبة للفيروس، أن توفر له العلاج، أن توفر له الطاقة الكهربائية، أن توفر له النشاط الاقتصادي لكي تعيد نصف الشعب العراقي الذي يعتمد على الأعمال الخاصة. يعني من يشتري الإنتاج الزراعي إذا كان الموظف في دخله سيصل إلى حالة العدم؟ يعني ستدخل 40% أو 45% من الشعب العراقي إلى دون خط الفقر، من سيشتري الناتج المحلي؟ هل طبقة الأغنياء والسراق هم الذين سيحركون عجلة الاقتصاد؟ الاقتصاد بحاجة أن يتحرك بموجب إنفاق القطاع الحكومي. ليس الآن الوقت المناسب لتعديل أوضاع العطالة المقنعة. نعم، هنالك عطالة مقنعة، هنالك إنتاجية منخفضة جدا في القطاع الحكومي، هذه كلها بحاجة إلى إجراءات. والورقة البيضاء نعم يجب عليها أن تخفض نسبة
الموظفين الحكوميين إلى مجموع الناتج المحلي، ولكن ليس الآن، ليس في هذا الوقت. هذا ما كنا ننادي به. يعني أنا أذكر منذ عام 76 وأنا أتحدث عن مخاطر الاعتماد على موارد النفط، وكانت الدولة في واد آخر. يعني البعض كان يستمع وينبه إلى الخطر، والبعض الآخر يذهب في ما كان يشتهي. طب الآن تراكمت الحالة. زين، الآن وصلنا إلى قمة الأزمة. هل نعالج الآن مشكلة تراكمت منذ عدة عقود؟ يعني هذه ليس فقط من 2003، هي وليدة عدة سنوات، عدة عقود يعني تراكمت لتجعل الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية تتعمق مع مرور الزمن. نعم، لذلك يعني أنا أعتقد أن الورقة البيضاء من الناحية النظرية جيدة، ولكنها ليست مناسبة في الوقت الحاضر. إذن نحتاج إلى تعظيم موارد الدولة وتشجيع الاستثمار. سؤال أخير دكتور، التعديلات التي قامت بها اللجنة المالية النيابية بموضوع العجز وتعظيم الإيرادات وتخفيض نسبة الموازنة يعني إلى ما دون 130 تريليون، كيف تنظر إليها صراحة؟ يعني اللجنة المالية وكما قاد الأستاذ الدكتور أحمد يعني بذلت من الجهود الخارقة، يعني أكثر من 30 اجتماع ليل ونهار يجتمعون ويستقدمون الوزراء ووكلاء الوزارات ويجمعون المعلومات. يعني الآن أصبحوا مصدر لتوثيق الاقتصاد العراقي بما أصبح لديهم من معلومات. هم الذين يعني لديهم القدرة على معرفة ما يمكن فعله. يعني أنا أعتقد أنهم قاموا بالحد الأقصى لما يمكن تخفيضه من النفقات. يعني قد أكون أنا من خارج اللجنة أدعو إلى مزيد من تخفيض الإنفاق، ولكن يعني في إطار التوازنات وإيرادات الكتل المختلفة ومعطيات الوزارات والضغوط التي قد يواجهونها، فعلوا ما يمكن أن يفعلوه في مجال معالجة أوضاع الموازنة. وطبعا يعني ما فعلوه يعني كما أشرت قبل قليل يعرضهم الآن إلى هجوم كبير من جيوش إلكترونية لا ترضى. أنا لا أعلم ما هي مصادر هذه الجيوش ومن هي هذه الجيوش، ولكن أنا أقول أكيد هي نفس الجهات التي أرادت أن تستفيد من هذه الموازنة غير المنطقة. جميل دكتور أحمد، خلي أعود لك بالتعيينات في موازنة 2021، وأريد موضوع المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع والداخلية شنو مصيرهم، وأيضا ملف النازحين، لأن أعرف عندك موعد آخر، لقاء آخر. تفضل دكتور. السؤال لي؟ نعم دكتور أحمد. لأنه الصوت يتقطع الحقيقة. يعني ذكرت جنابك يعني مسألة الدرجات الوظيفية والمناقلات يعني تحسم خلال اليومين القادمين. مسألة النازحين يعني هناك أعتقد فت خطة حكومية للتخلص من المجمعات أو المخيمات الخاصة بالنازحين، وخصصت لها أموال يعني للعوائل التي تنزح، بالرغم من أن هذه الأموال غير كافية، ولكن هي بقدر المستطاع. لكن باعتقادي أنه الموازنة راح تتضمن بند لإعادة إعمار المناطق التي دمرت وتم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، ويتم التركيز عليها من خلال الوزارات المعنية. سيدي إذا تسمح لي يعني أعلق فقط على موضوع، طالما أنه اليوم نحن محظوظين أنه الأستاذ الكبير دكتور همام الشماع معنا، أنه مسألة سعر الصرف هي مسألة
حصرية من صلاحيات البنك المركزي. يعني أنا لأول مرة أسمع أنه الحكومة من خلال وزارة المالية تتدخل لتغيير سعر الصرف، هذا ابتداء. ثانيا، هذه السياسة هي سياسة مالية ونقدية واقتصادية صحيحة، لكن تحتاج إلى شرطين في تقديري. أنه أولا أن يكون عندك جهاز إنتاجي وإنتاج محلي حقيقي يكفي للطلب الاستهلاكي، لأنه تخفيض سعر صرف العملة المحلية راح يؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي اتجاه الطلب الاستهلاكي نحو المنتج المحلي. لكن هل توجد لدينا منتجات محلية كافية؟ هذا أولا. النقطة الأخرى، أيضا هذه السياسة تشجع على التنمية والاستثمار، ولكن هل توجد البيئة الاستثمارية الملائمة والتي تكون فيها يعني مسألة المخاطرة ومسألة الفساد والتدخل والاحتكار ومسائل أخرى؟ هذه أيضا غير جاهزة. ولهذا السبب فعلا نحن الآن أمام حالة من يعني تزامن حالتي الركود والتضخم في آن واحد. وكيف ستعالج الحكومة هذا الوضع؟ يعني وضعت بعض الحلول اللي هي في الحقيقة باعتقادي الشخصي، وأتمنى أن أكون على خطأ، هي سوف لا تنقذ الحكومة من هذا الخطأ. طيب دكتور، تخصص أموال للبطاقة التموينية أو تدفع بعض الأموال للرعاية الاجتماعية، هذه لا تعوض عن الآثار السلبية التي ترتبت على تغيير سعر الصرف. نعم، يقال نعم. أنه راح تضغطون على الحكومة لتغيير سعر الصرف إلى 127. ما صحت هذا الكلام دكتور؟ لا لا، هذا الكلام غير صحيح، وهذه يعني معلومات يروجها المضاربون حتى يلعبون بأسواق الصيرفة. تحديد سعر الصرف مثل ما ذكرت مسألة حصرية صلاحية البنك المركزي، ليس من حق البرلمان التدخل في تغيير سعر الصرف. هناك تواقيع جمعت كان الهدف منها هو استضافة أو استجواب محافظ البنك المركزي، ولكن عملية تحديد السعر أو سعر الصرف هي سياسة نقدية وهي تختص ب البنك المركزي فقط. نعم دكتور، سؤال أخير. المفصوخة عقودهم من وزارة الدفاع والداخلية، يبعثوا لي رسائل ويقولوا لي أتمنى تسأل الدكتور شنو مصيرنا. سيدي، هناك معالجات لأكثر الحالات، ولكن لا أريد أن أستبق الأحداث، ولأنه خلال اليومين القادمين سوف تحسم هذه الأمور حسب الموجود. يعني مثل ما يقول لك العين بصيرة والإيد قصيرة، يعني الموجود الممكن راح نحاول أنه نستغله بحيث نحقق أو نصل إلى أكبر منفعة ممكنة أو أكبر عدد ممكن من الدرجات الوظيفية. نعم، شكرا. المقرر اللجنة النيابية المالية النيابية نائب الدكتور أحمد الصفار، شكرا لحضورك. أنا أعرف أنت متعب ومجهد وعندك لقاء آخر وقاعد من الصبح وباللجنة المالية اجتماعات، والله يعينك. شكرا لحضورك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، تحياتي. الخبير الاقتصادي الدكتور الكبير همام الشماع، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي من أربيل، شكرا. أحبتي الكرام، في الختام أريد قبل نهاية الحلقة أن أتحدث بنقطة مهمة جدا. هاي النقطة المهمة اللي في وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بها ليلة البارحة، وهي موضوع تعيين السفراء والقائمة التي سربت في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين أو ترشيح عدد من أسماء
السفراء. طبعا الكل شاف القائمة اللي تتكون من 5 ورقات أو 5 صفحات. هاي ال5 صفحات لو نرجع نقرأ الأسماء بغض النظر عن البعض منهم أصدقائنا والبعض منهم أيضا مؤهلين، وإذا خليت غلبت بعض منهم مؤهلين فعلا لأن يكونوا سفراء ويمثلون العراق خير تمثيل. لكن النقطة الأهم وين؟ أن الكثير من المرشحين لأن يكونوا سفراء للأسف الشديد هي أسماء مكررة. لو تجي تطلع على القائمة بشكل عام الآن بغض النظر عن مسميات، لو نائب سابق، لو نائب فاشل بالانتخابات، لو واحد مرشح انتخابات وما فايز، لو ابن مسؤول، لو أبو نائب، لو نسيب مسؤول، لو خالة مسؤول، وهكذا مشت هذه التعيينات ترشيحات للسفراء. هذه دولة ما تدار بهذا الشكل. ولو زميل مخرج جاهزة عندك الأسماء، يعني شوف لي أسماء الآن عجوا، يعني انتقل للصفحة الثانية والثالثة وشوف لي الأسماء. وهناك سفراء فشلوا في مهمتهم وفي تمثيل بلدهم، وقامت وزارة الخارجية باستدعائهم وإعادتهم وتنحيتهم، ورجعت الآن بعض الأحزاب والكتل السياسية مرشحتهم أيضا مرة أخرى للأسف الشديد. وكأنما هذا البلد ما بي بس هذه الأسماء. بغض النظر، أنا قلت بغض النظر، هناك أسماء تستحق أن تمثل العراق في المحافل الدولية، وهناك أسماء لا تستحق أن تمثل حتى القضاء مالهم، حتى ما تستحق أن تمثل حتى بيتهم للأسف الشديد. وهناك أسماء لا والله تستحق أن تمثل العراق، وهناك أسماء كبيرة، ولكن بالمقابل ما هكذا تورد الإبل. يعني هذا المكان المرموق وزارة الخارجية يجب أن يتم اختيار أكفاء كفاءات. يعني اليوم تشوف الإمارات محمد بن راشد يغرد بصفحته على التويتر يريد أكفاء أطباء مختصين عباقرة كفاءات لتنمية البلد. احنا للأسف وين ما واحد فاشل بالانتخابات نرشحه سفير، ما فاز بالانتخابات نرشحه سفير، نائب سابق نرشحه سفير، أبو رئيس برلمان سابق نرشحه سفير، خالة رئيس برلمان نرشحه سفير، واحد ماخذ بنت واحد مسؤول الرشحة سفير، وهكذا. هالشكل أصبحت وزارة الخارجية بهذه الدرجة من السوء. حتى لو الترشيحات وفق المحاصصة والطائفية والمحسوبية، لكن مو بهذه الدرجة. لو تجي من تجي تباوع على القائمة قائمة المرشحين تشوفها كلها أسماء تعرفها، كلها وجوه معادة، كلها وجوه مدورة مرة أخرى. ليش؟ وهذول اللي يدرسون كليات علوم سياسية واللي صار لهم كذا شهر متظاهرين بالشارع ويدورون حقوقهم، والآن الآن الدكتور أحمد الصفار مقرر لجنة نيابية قال نعمل بقدر الممكن، تعيينات ماكو في موازنة 2021. يعني معقولة اليوم تعيينات ماكو، أنا أجي أرشح لي 90 اسم في سفراء يمثلون العراق. طبعا هذه الأسماء اللي يعني هي وصلتني خاص وأنا أول من نشرها، هذه الأسماء ممكن أن يختار منها 20 اسم، بعضها تستحق أمانة، بعضها تستحق أن تمثل العراق في المحافل الدولية، وبعضها ما يستحق يمثل حتى بيتهم، بل ما يستحق مثل حتى القضاء مالهم. والدليل هو ما فاز بالانتخابات، وربما بعضهم واحد متهم بتزوير الانتخابات في محافظة ما، ومفوضية الانتخابات أعفدته وسوت عليه لجنة تحقيقية والآن مرشح سفير، وواحد سوت عليه في دولة ما الحكومة العراقية وصارت عليه ضجة هو وقلبيته وتم إعادته إلى العراق والآن يتم إلى بغداد، والآن يتم مرة ثانية إعادة ترشيحه، وكأنما البلد ما بي لا خريجين. لعد ليش احنا فاتحين كلية علوم سياسية؟ الغوها لكلية العلوم السياسية، واللي طالعين يظاهرون صار لهم أشهر، تمام؟ ارجعوا لبيتكم. التعيينات على المحاصصة والطائفية، لازم خالك مسؤول، عمك مسؤول، عمك أبو زوجتك مسؤول، أبوك نائب، أنت نائب سابق، رشح الانتخابات وما تفوز، حزب داعمك، يلا الآن تروح تصير
سفير. أنا ما أعرف بلد كيف يدار بهذه العشوائية وبهذه الفوضوية للأسف الشديد، وتريدون من عندنا البلد يصير خير. أنا خلي أختم حديثي باسمكم، أشكر ضيوفي النائب الدكتور أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية، كان ضيفي من بغداد، وأيضا أشكر الخبير الاقتصادي الكبير الدكتور همام الشماع كان ضيفي من أربيل. وأنتم أحبتي الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة، نشوفكم غدا. هاو مقداد الحميداني يترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.